انضم الينا للتحليل ضيف من رام الله سيد خليل شاهين، الكاتب والباحث والسياسي. اهلين اهلين بك سيد خليل على شاشتنا الغد. سيدي، بدايه الحديث معك على الهواء، ما قولكم في تسريبات القناه 13 عن رد حركه حماس؟ هل تبعت هذه التسريبات يا سيد خليل؟ الكثير من التسريبات التي نسمعها منذ ليله صحيح. الامس وحتى اللحظه فيما يتعلق ب رد حركة حماس. أولى التسريبات كانت بأن هناك مصدر إسرائيلي قال في البداية بأن إسرائيل تسلمت رد حركة حماس وأنه ينطوي على بعض النقاط الإيجابية، ثم سارع مكتب نتنياهو للإعلان بأن يعني رد حركة حماس غير منطقي وغير مقبول. ثم دعا نتنياهو إلى اجتماع لمجلس الكابينت، وعلى ما يبدو يعتزم دعوة الكابينت مرة أخرى أو مجلس الحرب إلى اجتماع ربما يوم غد لبحث في الصلاحيات التي يمكن أن تمنح للوفد المفاوض قبل مغادرته إلى الدوحة. كل التسريبات التي نسمعها من الإعلام الإسرائيلي بما في ذلك أعداد الأسرى والتي يعني في كل مرة يعني تختلف يعني عن يعني بين اقتراح وآخر، يجب الحذر منها، لأن من يقف وراء التسريبات في الغالب هو يعني مصادر قريبة من نتنياهو. تارة تحاول أن يعني تظهر بأن حركة حماس تقدم تنازلات وأنها تتراجع وأن إسرائيل نجحت بالضغط على الدوحة لكي تضغط الدوحة بدورها على حركة حماس، وبالتالي النتيجة هي أن إسرائيل تحقق إنجازات. وفي الواقع هناك انتقادات معاكسة تماما تقول بأن نتنياهو أصبح أمام وضع يعني حرج في ظل ضغوط كبيرة يواجهها وخاصة من قبل الإدارة الأمريكية من أجل إبداء المرونة الكافية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وخاصة أن المقترح الأخير الذي قدمته حركة حماس يقوم على يعني شكل ما من أشكال الفصل ما بين يعني المراحل، أو على الأقل أنه لا يشترط أن تكون النهاية. ما يرد أمامي الآن سيدي وأريد منك التعليق عليه، من تسريبات هذه أو تصريحات هذه القناة الإسرائيلية الإفراج عن 7 نساء، 5 من المجندات، 15 من كبار السن يا سيد خليل، 13 من المرضى، مقابل 800 أسير فلسطيني وعودة النازحين إلى شمالي القطاع. أولا، كيف تقرأ هذه التصريحات أو التسريبات الإسرائيلية، ولأي درجة ربما الكفة تميل لصالح حركة حماس فيها أو العكس، ما رأيك؟ يعني لا أريد التعليق عن يعني تحديدا على يعني هذه الاقتراحات والنسب، لأن أنا لدي هذه الاقتراحات قبل أكثر من شهر نفسها، يعني 7 نساء أسيرات، 5 مجندات، 5 مجندات مقابل 18 أسير، 7 أسيرات كل مقابل يعني 1 إلى 3، الأسرى والمرضى 1 مقابل 6 إلى آخره، والعدد كان يصل في ذلك الوقت إلى 404 يعني أسرى. ومن ضمن المجندات، الحديث عن المجندات كان يدور الحديث عن 5 إلى 90، من 90 15 يعني ليس من أصحاب المؤبدات، 15 من أصحاب يعني الأحكام المشددة، أي أنهم قد يكونوا محكومين 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة تختارهم إسرائيل، ومن ثم يعني قد يكون هناك من يتبقى له يعني شهرين أو 6 أشهر ويفرج عنه أصلا. لذلك كان يعني هذا الاقتراح أعتقد أنه أصبح وراء يعني ظهورنا. ما يجري الحديث عنه اليوم هو مختلف تماما، يعني هناك حديث عن يعني أعداد تتراوح ما بين 700 إلى 1000 أسير في المرحلة الأولى وليس المرحلة الثانية، يعني المرحلة التي تسبق يعني الإفراج عن الجنود هي القناة ذكرت 800 أسير فلسطين، يعني بحسبة بسيطة يعني